بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية ينتقد عدم تجاوب النظام مع المؤسسة ويقول إنه بعث برسائل احتجاجية. أطراف المشهد السياسي بجمهورية الكونغو الديمقراطية يتوصلون لاتفاق ينهي الأزمة السياسية بالبلاد بعد انتهاء مأمورية كابيلا. أمسية ثقافية وفنية في العاصمة نواكشوط إحياء للذكرى العاشرة على رحيل الرئيس العراقي صدام حسين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انتقد زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الحسن والمحمد ما سماه عدم تجاوب النظام الموريتاني مع المؤسسة رغم رسائل الاحتجاج المتكررة التي قال إنها بعثت بها إلى الجهات الرسمية المعنية. وقال المحمد في مداخلة له خلال الدورة السادسة لمجلس شورى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، قال إن مؤسسة المعارضة راسلت الوزارة الأولى بشأن تمكينها من الرقابة على العمل الحكومي لكنها رفضت معتبرة أن ذلك ليس من اختصاص المؤسسة. توصلت أطراف المشهد السياسي بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى اتفاق نهائي من شأنه إنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة التي عرفتها البلاد إثر انتهاء مأمورية الرئيس جوزيف كابيلا دون أن يغادر السلطة. وينص الاتفاق على أن يستمر الرئيس في السلطة حتى نهاية 2017 حيث ستنظم البلاد انتخابات رئاسية وتشريعية، كما ينص على أن يكون الوزير الأول في الحكومة من المعارضة وتشكيل لجنة للمتابعة يرأسها أحد زعماء المعارضة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعم الأمم المتحدة للانتقال السلمي على السلطة بغامبيا ولقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الذي اتخذته خلال القمة العادية الخمسين المنعقدة بالعاصمة أبوجا. ودعا بان كي مون في اتصال هاتفي بالرئيس الغامبي المنتخب آدما بارو دعا إلى التهدئة وضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يؤكد الالتزام بدعم الانتقال السلمي للسلطة في غامبيا ودعم قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا القاضي بتسليم الرئاسة للرئيس المنتخب آدما بارو. ودعا بان كي مون في اتصال هاتفي ببارو إلى ضرورة التهدئة وعدم اللجوء إلى العنف في سبيل تسليم السلطة وفق التاريخ المحدد من قبل الدستور في غامبيا. اتصال بان كي مون يأتي في وقت ينتظر فيه الغامبيون بت المحكمة العليا ببانجول يوم 10 من يناير المقبل في الطعون التي تقدم بها الحزب الحاكم في البلاد بشأن الانتخابات الرئاسية التي أجريت فاتح شهر دجنبر. وقد استبقت المعارضة قرار المحكمة العليا بالقول إنه لا يمكن لأي محكمة على التراب الغامبي أن تحكم بغير فوز مرشح المعارضة الموحد آدما بارو، فيما لا يزال الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي ممسكا بالسلطة ورافضا لتسليمها ما لم تتم إعادة تنظيم الانتخابات من جديد. وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد دعت جامي إلى تسليم السلطة للمرشح الفائز في الانتخابات يوم 19 من يناير ولوحت بالتدخل العسكري في حال رفض التسليم، وهي الدعوة التي أعلنت جامي رفضها وقال إنه لن يرضخ لها. غير أن قرار المحكمة العليا المرتقب بأزيد من أسبوع قبل حلول موعد تسليم الرئاسة وتنصيب الرئيس سيكون له ما بعده إن لم يقبل أي من الطرفين الآخر أن يكون الرئيس إلا إذا استجد معطى آخر يجعل الجامع يعترف بالنتائج التي اعترف بها منذ الوهلة الأولى قبل أن يتراجع لاحقا. دعت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عنها السلطات النيجيرية إلى توقيف تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك على خلفية إعدامها 3 معتقلين كانت قد اعتقلتهم منذ أزيد من 20 عاما بتهم تتعلق بالسطو المسلح. واعتبرت المنظمة في البيان الصادر عنها تنفيذ الإعدام انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مطالبة السلطات بالعودة إلى توقيف تنفيذ أحكام الإعدام.
عين الرئيس البوركيني روشمار كريستيان كابوري عمرو سادو رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة خلفا للجنرال بينغ نوما زاكري، وتواجه المفتش العام السابق للقوات المسلحة في بوركينا فاسو تحديات من بينها إعادة تنظيم الجيش بما يضمن الاستجابة لمواجهة الإرهاب وتأمين الحدود. وقد شهدت البلاد خلال العام 2016 عددا من الهجمات الإرهابية، وبات بذلك الإرهاب أبرز تحد أمني يواجهها. نظم مركز الرشاد لترقية الثقافة والديمقراطية والحكامة الرشيدة ندوة في نواكشوط حول نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، شارك فيها عدد من الشعراء والأدباء والفقهاء. النسخة الثانية من الندوة السنوية لمركز الرشاد نظمت تحت عنوان لبيك يا حبيب الله حبا واتباعا. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. مركز الرشاد لترقية الثقافة والديمقراطية والحكامة الرشيدة في موريتانيا ينظم النسخة الثالثة لندوته السنوية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تحت عنوان لبيك يا رسول الله حبا واتباعا. حضر الندوة لفيف من العلماء والأدباء وعن الجانب الرسمي مستشار وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. إن تنظيم هذه الندوة يتزامن مع مولده صلى الله عليه وسلم، حيث ولد الهدى والنور. فقد كان مولده صلى الله عليه وسلم لحظة فاصلة في تاريخ البشرية بين الحق والباطل، فاصلة بين فترة من الظلم والجهل والطغيان إلى انبلاج فجر جديد أشرق فيه نور الإسلام، فعم الحق والعدل واسترجع الإنسان مكانته وكرامته بعد عهود طويلة من الظلم واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان. رئيس المركز أكد حرص المركز على تنظيم هذا النوع من الندوات الذي يغرس حب المصطفى في نفوس الناشئة ويحييه في قلوب الكبار، في فترة أصبح فيها التطاول على جناب النبي الكريم حرية تعبير ورأي. في مثل هذا التاريخ من السنة المنصرمة دشن مركزنا مركز الرشاد لترقية الثقافة والديمقراطية والحكامة الرشيدة في موريتانيا عمله بعقد ندوة تحت عنوان المديح النبوي في بلاد سنقيط ديوان حمر النعم نموذجا. وها نحن نتشرف اليوم بحضوركم معنا لافتتاح النسخة الثانية من هذه الندوة التي يصادف انعقادها انسلاخ شهر ربيع الأول، شهر مولد الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام. فاقتبسنا من نوره قبسا صغنا منه عنوانا لهذه التظاهرة المباركة لبيك يا رسول الله. أناخ المتحدثون مطاياهم في حديقة شمائل المصطفى الوارفة الظلال، وقطفوا من طيب ثمارها وشربوا من صافي زلالها ما أطرب الأنفس وشنف الأسماع وأحيى المحبة الصادقة في القلوب. ولم تغب القوافي المطرزة بمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم عن منصة الخطابة. ربيع الذي من نوئه الروض أينعا، تقضت لياليه سراعا فودعا، كذلك أوقات المسرة تنقضي سريعا وليست في الحقيقة أسرعا. ربيع بميلاد النبي محمد عليه صلاة الله مسكا تضوعا، ففاز على باقي الشهور بأنه على عرش أهواء القلوب تربعا. وإذ جاد مولانا بأرفع نعمة على خلقه فيه رأيناه أرفعا، أدار به كأس المدائح بيننا سقات كرام أيهم صب أترعا. فمذ مدح الله العلي نبيه لنا لم يزل باب المدائح مشرعا. جاءت ندوة مركز الرشاد لتذكر أن محبة المصطفى الصادقة باتباعه من خلال عنوانها لبيك يا رسول الله حبا واتباعا. وفي ذات سياق شارك المئات في المهرجان الأسبوعي الذي ينظم بساحة مسجد ابن عباس في العاصمة نواكشوط نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعا المشاركون في المهرجان إلى الوقوف في وجه الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتصدي لموجة الإلحاد والملحدين. تفاصيل أوفى نتابعها ضمن هذا التقرير.
المئات من سكان العاصمة نواكشوط يشاركون في مهرجان شعبي بساحة مسجد ابن عباس وسط العاصمة للمطالبة بتطبيق حكم الإعدام في كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. المشاركون قالوا إنهم أرادوا من خلال هذا المهرجان الأسبوعي أن يكون جدارا وحصنا منيعا ضد الإساءة للجناب النبوي الشريف، داعين إلى أن تتواصل مثل هذه المهرجانات. فهذا المهرجان نعتبره جدارا متينا منيعا ضد الإساءة إلى الجناب النبوي الشريف، نلتحم هنا فيكون كل فرد منا لبنة في هذا الجدار المنيع الذي أقمناه وأردنا له الامتداد إلى آخر إلى يوم القيامة على هذه البلاد الطاهرة. نحمد الله ونشكره أن رخصته لنا الحكومة، فهذا من أول شروطنا أن يكون آمنا وأن يكون مرخصا من قبل ولاة الأمر وأن يكون نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله ونشكره. هي نصرة شعبية عفوية دينية وقانونية واجتماعية، نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يطبق حد الإعدام في من أساء في حقه صلى الله عليه وسلم، ولن نمل أو نكل بتأجيل المحاكمات أو تمديدها حتى يتحقق ذلك المطلب، يقول أحد المحتجين. هدفها هو أخذ الحق الذي على عاتقنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونحن وراء هذا الحق لن نكل بتأجيل المحاكمات ولن نتعب بتمديد الجلسات، بل سنظل نواصل حتى يقام حد لإعدام حد القتل على من أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أسابيع من تنظيم أخرى مماثلة تزامنا مع موعد النطق بالحكم على كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الاحتجاجات التي شهدت حالات تصادم مع المتظاهرين وقوات الأمن، استخدم فيها الأخير الغاز المسيل للدموع. نظمت في العاصمة نواكشوط أمسية ثقافية وفنية إحياء للذكرى العاشرة لرحيل الرئيس العراقي صدام حسين. الأمسية المنظمة من طرف ماجدات الشنقيط حملت شعار عقد من الوفاء وعهد على مواصلة النضال، شارك فيها قادة بعض الأحزاب السياسية ونواب في الجمعية الوطنية. والشكر موصول للأخوة الذين ساعدوا في تحضير هذه المناسبة في مختلف جوانبها. أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي ثانيا أن أهنئ نفسي وأهنئ ماجدات شنقيط وكل الماجدات الوطنيات على انصرام عقد من الزمن حافظنا فيه على تنظيم متواصل كل سنة لحفل تأبيني أدبي وفني وجماهيري يليق باستحضار روح هذا الشهيد. فالشكر مقدم منا والاعتراف بالجميل لكل أفراد الشعب الموريتاني الذين بقوا أوفياء لهذا البطل الرمز الذي أحب من كل أعماقه شعبنا فبادله شعبنا حبا بحب ووفاء بوفاء. شكرا لكم جميعا على هذا الحضور المميز وهذا الإصرار المبدئي على تنظيم هذه التأبينات المخلدة لذكرى استشهاد شهيد الحج الأكبر صدام حسين، ودمتم أوفياء للشهيد والرسالة الإنسانية. وتضمنت الأمسية فقرات أدبية تؤبن الراحل صدام حسين وتقدم قراءة لواقع العراق اليوم في ذكرى رحيل رئيسه السابق. يوم استشهادك يا صدام حسين المجيد المقدام، أمة العرب وأمة الإسلام زقلت قلاع سدايدها في النعم، ويوم زقلت تام عريش غراب فايدها، وبعت بها صغر التخمام شوايلها بفغايدها، ولا راغت زايدها مقام زايد في قطيع زوايدها. يوم استشهادك يا صدام حسين المجيد المقدام، أمة العرب وأمة الإسلام زقلت قلاع سدايدها في النعم، ويوم زقلت تام عريش غراب فايدها، وبعت بها صغر التخمام شوايلها بفغايدها، ولا راغت زايدها مقام زايد في قطيع زوايدها. شوف في عراقك يا الهمام صايبها عيب وصايدها، ونعابت في الشام تقدام كايدها العدو بايدها، ومدايقها عاد بالأوهام ومحاسدها ومكايدها، وبيار النفط بدأت اقسام هوايدها ما شايدها، وعادت مراك بلا مفاد وبلا معنى قصايدها يقايدها، وطلعها زاد بلا معنى يقايدها.
طالب بابا ديوب محامي القائد السابق للحرس الرئاسي الغيني أبو بكر الصديق جاكيتي الملقب تومبا بتمكين موكله من حرية مؤقتة، مضيفا أن الإجراءات التي اكتنفت الملف لم تحترم المسطرة القضائية. ويتهم أبو بكر الصديق جاكيتي بالمسؤولية عن مجزرة ملعب كوناكري في 28 سبتمبر 2009 والتي اختفى بعدها 7 سنوات قبل أن يلقى عليه القبض منتصف شهر دجنبر 2016 بالعاصمة السنغالية داكار، حيث مثل أمام القضاء هناك. طالب محام النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الغابوني بيرتران زيبي مجددا بحصول موكلهم على حرية مؤقتة. وكان بيرتران قد اعتقل في 31 أغسطس الماضي خلال احتجاجات ترفض نتائج الانتخابات التي منحت الفوز للرئيس علي بونغو أوندمبا لمأمورية ثانية، وذلك بعد أن استقال من الأغلبية الداعمة للنظام وانضم لصفوف المعارضة، حيث ساند المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية جان بينغ. عقدت ودادية مفتش الشباب والرياضة جمعيتها العامة الثالثة بالعاصمة نواكشوط بهدف المصادقة على نظمها وقوانينها الداخلية بعد حصولها على الترخيص من طرف وزارة الداخلية واللامركزية. وتسعى الودادية في جمعيتها الثالثة العامة إلى إصدار قرارات وتوصيات تحال إلى المكتب التنفيذي من أجل تطبيقها. ونحن نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة وأمل، مستسهلين في سبيل تحقيق أهدافنا الاجتماعية والمهنية والتنموية جم المصاعب وعظيم التحديات. إن النقاشات الجادة والأفكار البناءة والصريحة التي ستثيرون بها أعمال هذه الجمعية العامة وروح المسؤولية والانضباط المهني الذي طبع ويطبع سلوككم المثالي سيكون له الأثر البالغ على ما سيصدر عنه من قرارات ومن توصيات. السيد المستشار، لا يفوتني في هذا المقام أن أقدم جليل الشكر لوزارة الشباب والرياضة على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في القطاع تطبيقاً للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية. وحث رئيس الودادية سيدي محمد بن حمد طالب المشاركين في الجمعية العامة للودادية على الوحدة والتماسك والتعاون من أجل رص الصفوف وتحقيق الأهداف المشتركة التي رسموها معا. إن الأمة المتحدة المتعاونة المتماسكة كلمتها فوق كل كلمة وإرادتها فوق كل إرادة، وهذا ينبهني أن أقول لكم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، صدق الله العظيم. أخيرا وليس أخيرا، أتمنى لأعمالنا النجاح والله الولي التوفيق. إلى الشأن الفلسطيني، حيث كشفت إحصائية أصدرها فرع فلسطين بالحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عن تسجيل 35 حالة قتل بإطلاق الرصاص الحي بحق أطفال فلسطينيين على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر خلال عام 2016 مقابل 26 حالة سجلت في العام 2015. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. قتل الطفولة فن نحن نحترفه، شعار ضمني رفعته قوات الاحتلال من وراء الرسمية مشيعة العام الميلادي بتسجيل 35 حالة قتل بدم بارد رصدها فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بفلسطين، شملت قطاع غزة المحرر والضفة الغربية المحتلة.
مسؤول ملف المساءلة في الحركة المحامي عايد أبو قطيش أكد لوكالة قدس بريس أن العام 2016 سجل الرقم الأكبر في عدد جرائم القتل بحق الأطفال الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة منذ 12 عاما، مشيرا إلى أن عدد الأطفال الذين قتلهم الاحتلال خلال عام 2015 في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بلغ 26 طفلا. وأضاف قطيش أن العام 2016 شهد استمرارا في الانتهاكات الصهيونية بحق الأطفال خاصة فيما يتعلق بحق الحياة، مسجلا 35 حالة قتل بينها 32 في الضفة الغربية المحتلة وثلاثة في قطاع غزة، مستدلا بلغة الأرقام المثبتة ومعطيات الإحصاء الموثقة على عدم احترام دولة الاحتلال ومؤسساتها أدنى حقوق الأطفال عبر منح حصانة للجنود الذين يمارسون عمليات القتل. وبيّن أن منظومة القضاء الصهيوني متورطة هي الأخرى في الجرائم ضد الأطفال عبر تبرئة عناصر شرطة وجيش الاحتلال رغم وجود إثباتات على ارتكابهم عمليات إطلاق نار مباشرة على أطفال لم يشكلوا أي خطورة على جنود الاحتلال، علاوة على تكييف الجرائم بطرق وقحة تضيف جريمة التشجيع إلى جريمة التغطية. يذكر أن آخر الأطفال الذين وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قتلهم برصاص قوات الاحتلال بشكل مباشر فتى في 17 من العمر استشهد إثر إصابته بعيار ناري حي صوبه جنود الاحتلال من مسافة قريبة خلال مواجهات اندلعت في قرية بيت ريما. ووفق مستباح القانون الدولي فإن القوة القاتلة تستخدم فقط ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديدا شديدا للأرواح، وذلك شرط أن يثبت عدم كفاية الوسائل الأقل عنفا. وحبرا على الورق جاء ردءا لهذا التحديد تعليق على المادة الثالثة من مدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك، يضيف أنه يلزم بذل كل جهد ممكن لتحاشي استعمال الأسلحة النارية خاصة ضد الأطفال، ولكن أطفال فلسطين وبني جلدتهم ودينهم لا وزن لإنسانيتهم في تاريخ الوحشية الأممية الأعرج. إلى شأن منفصل، حيث ينتشر الباعة المتجولون في أسواق العاصمة نواكشوط وخارجها يعرضون بضائعهم البسيطة بطرق مختلفة. يدعو الباعة المتجولون السلطات الموريتانية إلى توفير أماكن لائقة لهم من شأنها إنهاء الفوضوية الحاصلة. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. الاستفادة من المحال التجارية بالسوق الجديد الممنوح له من طرف الدولة كتعويض وافتقاره للمعايير الضرورية اللائقة بسوق عصري ووضع شروط تحول دون حصولهم على محل تجاري لعرض بضائعهم، أبرز مطالب الباعة المتجولين بسوق نواكشوط المركزي. وذي الأنقار طبعا فيه واحدين من الباعة المتجولين مسجلين فيه، غير هذا بلانا أنه طبعا ما هو مجدبين لهذا ما هو أنقار صالح المادة اللي تشتغل فيه خاصة الباعة المتجولين مقبوض، لكن كوخ من كوخة الطيور وحقيقة بالنسبة لنا ما نعتبره أنقار، هذا لا مهزلة بالنسبة لأدريانا حقيقة، حد قابض ذمن المسلمين وذمن البشر وذمن الشعب الموريتاني قابضوا داير في الكوخ اللي هو هذا ما هو أنقار، هذا بالنسبة لنا ما يصلح للباعة المتجولين. وبالنسبة لنا هناك الألاف من الباعة المتجولين طبعا ما زالوا هناك يؤانون ما فاتوا سجلوا إلى شمس اليوم هذا ما فاتوا سجلوا. الفوضوية في التسجيل والعشوائية في انتقاء المستفيدين عوامل تثير امتعاض الباعة مطالبين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة وحيادية. احنا اليوم نصاع عنه كنا جابرين بديل، ها بديل مقتنعين احنا بي وعارفين انه هو البديل لا ينقصوه، لكن احنا فين اللي فوت 12 سنة و 13 سنة في الشارع اليوم ذاك العنقار ما جبر بلاصة جابروه وحدين عندهم باتيك وحدين ما هم قاف السوق. وكانت الحكومة الموريتانية قد اتخذت قرارا يقضي ببناء سوق عصري جديد كبديل عن السوق القديم الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على مستخدميه نتيجة انعدام معايير السلامة ولإعطاء صورة تليق بمظهر المدينة التي تقول الحكومة انها باتت تشهد تحسنا ملحوظا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها.
زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية ينتقد عدم تجاوب النظام مع المؤسسة ويقول إنه بعث برسائل احتجاجية. أطراف المشهد السياسي بجمهورية الكونغو الديمقراطية يتوصلون لاتفاق ينهي الأزمة السياسية بالبلاد بعد انتهاء مأمورية كابيلا. أمسية ثقافية وفنية في العاصمة نواكشوط إحياء للذكرى العاشرة على رحيل الرئيس العراقي صدام حسين. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.